مرحبا أعزائي متابعي قناة بلين بيان عربية. نزل عندنا تحديث جديد لهواتف الآيفون، التحديث برقم 16.7.6. قبل ما أبدأ أشرح لكم الطريقة الصحيحة للتحديث وميزات هذا التطبيق، أتمنى كل شخص يدخل على هذا الفيديو ما يشترك، رجاء اشترك بالقناة، فعل الجرس، لايك للفيديو. في البداية حتى أتحدث بصورة صحيحة، أهم شيء تكون على شبكة واي فاي والبطارية إما على الشحن أو فوق 50. وحتى نتأكد كم البطارية، أنا عندي 84، و بعد ما تأكدنا من الشحن والبطارية ندخل على الإعدادات وننزل على عام وننزل على مساحة التخزين. هذه المساحة الكلية 64، المستخدم 40، تقريبا الفرق بيناتهم 20 جيجا. وأهم شيء يكون عندك بين 7 إلى 10 جيجا بايت مساحة غير مستخدمة حتى إنه الآيفون يتحدث بصورة صحيحة. بعد ما تأكدنا عندنا مساحة راح ندخل على تحديث البرنامج. ما دخلنا على تحديث البرنامج راح تظهر بهذه الصفحة، طبعا ما في أي ميزات جديدة لكن فقط تحديث أمني. وطبعا التحديث الأمني راح يأثر بعض الأحيان أنه لازم تعمله حتى لا في أحد يخترق حسابك، والتحديث راح يفيد زيادة سرعة الآيفون، تحسين البطارية. فاللي راح نعمله حتى نحدث، نعمل تنزيل، نكبس على التنزيل وتثبيت وندخل رمز الدخول، وبعدها راح ينزل التحديث، طبعا تنزيل وتثبيت مثل ما تشاهدون تم طلب التحديث وراح يتحدث الايفون. هذا الشيء اللي موجود حاليا. قبل ما ننهي الفيديو فقط حبيت اشير الى انه كل متابع عنده ايفون 8 ويريد انه يشتري ايفون جديد ما انصح انه يبيعه. انا رحت شركه ايفون، هذا الايفون قالوا لي يشتروه ب 44 دولار تقريبا، فاني ما انصح اخليه وممكن استفاد منه اربطه بالايفون الجديد، و إذا لا سمح الله صار أي خلل البرامج موجودة هنا تقدر تحولها على الآيفون الثاني لو مسح أو صار قدر لا سمح الله. أتمنى بنهاية الفيديو استفاديت وطلب، لا تنسون الاشتراك ولايك وتفعيل الجرس. تحياتي لكم، أي سؤال أو استفسار أي مشكلة اكتبوها برسالة، طبعا راح يطفي الهاتف وتظهر علامة التفاحة ويرجع يشتغل، وبعدها يطفي ويرجع يشتغل ويكمل التحديث. تحياتي ومع ألف سلامة.